ازاي بقى انت المفروض لما بتروح نادي بيبقى ليك عقد، ليك اقساط شهريه، ازاي ده انت ما حصلش معاك في نادي الزمالك؟ لا اقساط ايه، ما كانش فيه اصلا ايجار بيت. يعني انا جالي فتره انا وجنش كنا احنا الاثنين يعني بنقعد في بيت ما كانش معانا ندفع الايجار للدرجه دي. والله كنا بنتسلف فلوس ان احنا ندفع ايجار فتره طويله، كنت كل واحد كان عنده بيت، سيبنا البيتين وبقينا في بيت واحد ومش عارفين ندفع الايجار فتره يعني لولا ان احنا كنا بنجيب، يعني انا مثلا اجيب فلوس اتصرف اعمل عشان ندفع ايجار لولا كده ما يعني ده حتى الايجار. طب الاكل بيت. والشرب ومروح التمرين كنتوا بتعملوا فيه ايه؟ لا ده كنا اي حاجه. لا هي فتره كانت صعبه جدا جدا يعني مش ما يعني. كان عبد الشافي اتكلم قبل كده ان قال ان ما كانش معايا بنزين العربيه عشان اجي بيه التمرين. لا في ناس كانت بتيجي بالموتوسيكل، يعني يروح مثلا في كذا حد في النادي يروح يجيبنا مثلا بالموتوسيكل عشان احنا مش عارفين نتحرك بالعربيات. ايه والله. لا فتره للنسيان. ريجيم قوي جدا. طيب انت قلت انا يتعمل لي تمثال في نادي الزمالك قبل كده في حديث تلفزيوني ليك مع ابراهيم فايق، قلت انا يتعمل لي تمثال في نادي الزمالك بسبب الظروف دي كلها وبسبب اللي حصل لك؟ ممكن عشان انا ما يعني ما اتحطيتش في حاجه زي كده قبل كده وشايف ان انا ضحيت عشان كنت طبعا العب لنادي الزمالك، طبعا نادي كبير ومن احسن انديه في مصر، فكنت لا كنت عايز العب في نادي الزمالك، كنت عايز اخد فرصتي طبعا، كنت عايز اعمل حاجات كتير، ما عرفتش يعني الظروف نفسها ما عرفتش اتاقلم فيها. لا خالص من كل حاجه بقى يعني، ولا حتى مدرب واقف جنبك ولا لعيبه طبعا، ولا انت داخل مكان انت مش عارف تعمل ايه، عمال تتلطش يمين وشمال ومش عارف تخش فين، فالموضوع كان بالنسبه لي صعب قوي يعني. انا شايف ان انا ضحيت وحتى العقد طبعا ما خدتش ولا فلوس، انا طالع انا قلت قبل كده طالع من نادي الزمالك مديون، اول مره تحصل لعيب كوره يطلع من نادي مديون يعني ما ياخدش فلوس، لا ده بيطلع مديون.